راح نتكلم عن طقطقة المفاصل. في ناس تقول دير بالك لا تطق والله العظيم مو زين، في ناس عادي طقطق أصابعك طقطق ركبك. الحين نطقطق ولا ما نطقطق؟ احترنا صح احترتك. أول شيء خلنا نفهم الطقطقة شلون تصير هي. أنا أقول لك سهل جدا، شلون يطلع الصوت طق 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 شلون؟ سهل جدا. شفت إصبعي بين مفصل ومفصل في سائل، هذا الله سبحانه وتعالى مخليه، يعني هذا مفصل هذا مفصل، هني في سائل. المفاصل نفسهم إذا وخروا عن بعض السائل يتمدد، واضح؟ مفصل مفصل في سائل بالنص، السائل يتمدد، السائل كل ما يتمدد يسوي فقاعات، خلصنا. يعني لحظة هذا مفصل وهذا مفصل وخروا عن بعض، يصير هني سائل يتمدد فتنتج فقاعات. فإحنا شو نسوي إحنا؟ إحنا لما نطق الأصبع شوف في صوت، هذا صوت الفقاعات، لما نطقهم الفقاعات شنو؟ راح ينفشون وتسمع الصوت، وبعدها المفاصل يردون مع بعض. كذي يعني حلو. زين متى أطق ومتى ما أطق؟ إذا أثناء الطقة ما تحس بألم أمورك طيبة، طقطق يبقى مني لي باكر، بس عاد مو تعمد كل شوي طقطق. حلو، الحين أنا مثلا طقيت أصابعي، أوكي طقيت أصابعي خلصت، متى أقدر أطقهم؟ يمكن بعد ربع ساعة، أنطر متى السائل يتمدد ثاني مرة. زين أمورك طيبة أثناء التطقطق ما في ألم عادي، ولكن من اللي مفروض ما يطقطق؟ اللي إذا طقطق مفاصله ركبة إيده، هني في ألم، هني معناتها قاعد تسوي التهاب، وقاعد تزيد الالتهاب أكثر ويمكن تسوي خشونة. عرفنا من اللي طق وما يطق قاعد طقطق في ألم، لا أنت بالذات لا طقطق الله يخليك. لا والله قاعد طقطق ما في ألم عادي، بس ولكن لا تصير عادة عندك. يعني عشان شيء تلاحظون الرياضيين قبل لا يلعبون فايت او هوشه كذي طقطقون اصابعهم، ليش؟ لانه اذا ما طقطق اثناء اللعب عادي يكون المفصل مثلا يوخر واحد فوق الثاني، فيامن على جسمه ان المفاصل كلها متمرنة.